بقالنا الجزء الأخير من محاضرة اليوم اللي يتعلق بأنواع التعابير. خلي نجي نشوف ما بقالنا من أمور ما شرحناها لحد الآن في هذه المحاضرة. أوكي، البوليان داتا تايبس أخذناه بالمحاضرات السابقة وقلنا ياخذ قيمتين، إما ترو أو فولس. نقدر طبعا نعرف أي نوع بياني من نوع بوليان بالاعتماد على الطريقة اللي أخذناها بالمحاضرة السابقة. مثلا هنا عندنا متغيرين، واحد اسمه is java fun والثاني اسمه is fish tasty. الأول اعطيته قيمة ترو والثاني اعطيناه قيمة فولس، واجينا نريد نطبع الناتج لكل واحد من هذين المتغيرين. ليش رجعنا مرينا على البوليان؟ اللي راح ناخذ التعابير نسميها البوليان اكسبريشنز. هذه التعابير عندنا بها نوعين اساسيين، الاول هو الريليشنال اوبريتورز والثاني هو اللوجيكال اوبريتورز. الريليشنال اوبريتورز العلامات اللي ناخذها بصوره طبيعيه مثل اكبر، اكبر او يساوي، اصغر، اصغر او يساوي، اكبر، اصغر، يساوي او لا يساوي. اللي اريدك تنتبه عليه هنا زين بالريليشنال اوبريتورز، عندنا علامة المساواة 2 يساوي 1 بصف الآخر. هذه مو علامة الأساينمنت. لما أقول مثلا A يساوي X زائد 2، هذه شنو؟ هذه أساينمنت. قلنا اللي موجود بالطرف الأيمن وين راح يكون؟ بالطرف الأيسر. هنا هاي علامة مساواة بالإكسبريشنز. يعني مثلا اريد عدي في تعبير، هسه ان شاء الله راح ناخذ امثله عليه خصوصا بالمحاضره الجايه لما ناخذ الكونديشنز ونشوف شلون نستخدمها. فالريليشنال اوبريتورز عدي الاصغر، اصغر او يساوي، اكبر، اكبر او يساوي، يساوي، وعلامه اللا يساوي. اللوجيكال اوبريتورز عدي النفي، مثلا اذا كانت ترو النفي مالتها ايش راح يكون؟ راح يكون النفي مالتها فولس. اوكي، هذه بوابه الاند مثل ما اخذناها باللوجيك. هنا عندنا اللوجيكال اوبريتر الاند، شو وقت اذا كان التعبيرين ترو تكون الناتج مالتها ترو والا اي حاله ثانيه يكون فولس. هذا يشير الى الاور، كلها ترو ما عدا اذا كان فولس فولس راح يكون الناتج هو فولس. هذني الريليشنال اوبريتورز وكل وحده معناها اريدك تمر عليها، وواضحات ما بيه مثل ما نستخدمهن بالرياضيات، باختلاف انه مثلا بالرياضيات احنا كان نقدر نستخدم بهاي الطريقه. هنا مثلا هذه اكبر او يساوي او ماشي، عندنا بلغه الجافا لازم نستخدمها بهاي الطريقه، الاكبر او يساوي، الاصغر او يساوي بهذه الطريقه. ما اقدر هيك اقول اصغر او يساوي مثل ما نستخدمها بالرياضيات. اللا يساوي علامه تعجب ومعاها اليساوي. اوكي، هذا فد مثال على الريليشنال اوبريتورز، شلون اذا كانت مثلا هاي القيمه اكبر من هذه. هذا تعبير كامل اذا شوفه هنا، ان شاء الله راح ناخذهن بامثله الشروط بالكونديشن بالاف ستيتمنت، راح نمر على ذني. هنا هذا تعبير كامل بي في بي ناقص 4 في اي في سي اكبر من الصفر، يعني الناتج مال هذا كله هل هو اكبر من صفر او لا؟ اذا كان اكبر من صفر الناتج ايش راح يكون عندي؟ ترو. اوكي؟ اذا كان اصغر من صفر الناتج راح يكون عندي فولس. هنا نشوف هذا مثال عندي. عندي متغيرين، واحد اسمه X وواحد اسمه Y. شنو نوعهن؟ نوعهن انتجر. ال X اعطيته قيمة 4 وال Y اعطيته قيمة 6. زين، هل ال X أقل من ال Y؟ الأربعة أقل من الستة، النتيجة شنو؟ ترو. X زائد 2 أقل من ال Y؟ ال X جت قيمتها 4، زائد 2 صارت 6. هل هي أقل من الستة؟ لا، تساوي الستة، فالناتج هو فولس. الإكس لا يساوي الواي، الإكس 4 الواي 6، النتيجة صحيحة لأن ما يساويها. الإكس زائد 3 أكبر أو يساوي الواي؟ الإكس 4 زائد 3 7 أكبر من الستة، فالنتيجة ترو. الواي يساوي إكس، النتيجة فولس لأن 1 4 1 6.
الواي يساوي اكس زائد 2 النتيجة ترو. انتبه لي اعيد لك اياها من جديد، هذه مو علامة الاحلال اللي ناخذها لما نقول مثلا الواي يساوي 2 زائد اكس. هاي شنو معناها الموجود هنا؟ خلي لي اياها هنا أنا. لما نستخدم هذه العلامة هنا أنا هاي اللي قدامكم، معناها الواي هل تساوي قيمة الاكس زائد 2 لو لا؟ اوكي؟ الواي يساوي اكس زائد 3، الناتج شنو؟ 7. انتبه لي هنا أنا جيدا، شنو الفرق بين هذه وبين هاي؟ هنا أنا استخدمها لما عندي اكسبريشن واريد اقارن بين ما موجود بالطرف الايمن مع ما موجود بالطرف الايسر. هنا أنا دا اسوي احلال ما موجود بالطرف الايمن لي وين؟ الى الطرف الايسر. واي يساوي اكس اقل من 3، هنا أنا راح يكون الناتج عندي 0. الواي يساوي اكس اكبر من 3، الناتج راح يكون 1. اوكي. اذا اللوجيكال اوبريتورز نستخدمها بالبوليان اكسبريشنز لما يكون عندي الصيغه العامه هي اكسبريشن اي اوبريتور اكسبريشن بي، مثلا اي اور بي. وقت راح يكون ترو اذا الاي والبي او واحد من عندهن هو ترو. اذا كان اند اي اند بي راح يكون ترو فقط في حاله واحده لما الاي ترو والبي ترو. اوكي، هاي الشرح لكل واحدة من هاي العمليات المنطقية وشلون نستخدمها. هذا عندنا مثال هنا، اذا شوفوا المثال هذا مجموعة متغيرات حطيتهن قيم معينة وهذه النتيجة مالتهن زيادة راحت، مثل المثال اللي شرحناه. اريدك انت تقرأ هذا المثال، ماكو داعي نمر عليه من جديد، انت شوفه لهذا المثال. هذا مثال آخر. أوكي، أريدكم تقرؤون جيدا هاي الأمثلة، شوف شلون نستخدمهم. هنا أنا مثلا عندي تعبيرين، هذا التعبير الأول التاكس ريت أكبر من 0.25 and الانكم أقل من 2000، هذا شو وقت راح يكون ترو؟ راح يكون هذا التعبير كله ترو اذا كانت هذه ترو وهذه هم ترو. ليش؟ لان العلاقه بيناتهن هي الاند، والاند تكون ترو فقط لما التعبيرين ترو. هنا عندنا اور، اذا كانت هذه ترو او هذه ترو فالناتج ايش راح يكون؟ ترو. هذه لازم هذه ترو وهذه ترو. اوكي، نشوف الفرق بيناتهن. هاي نفس الشيء عندنا اند، اذا لازم هاي ترو وهاي ترو حتى تكون الناتج ترو، والا راح يكون فولس. هنا عندنا اور، معناها هذه ترو او هذه ترو راح تكون النتيجه عندي هي ترو. assignment operator اخذناها وشرحناها، هذا لما نقول اي يساوي اي زائد 1 معناها ضيف لي 1 الى قيمه الاي وخليه بالاي القديمه. يعني شوف خل اخذ لك مثال احسن حتى يكون هذا عندنا واضح، وان شاء الله حتى نبدي بالمحاضره الجايه بالكونديشنز. نفرض قيمه الاي تساوي 2، ماشي؟ لما اجيت هنا قلت اي يساوي اي زائد 1، يعني سويت اني خليت بالاي قيمه جديده وهي ايش قد؟ 2 قيمته القديمه زائد 1 3. يعني اذا كان الاي بالذاكره سابقا قيمته 2، لما اجيت الى هاي العمليه صارت ايش قد قيمه الاي؟ صارت قيمته 2 زائد 1، تغيرت القيمه من 2 صارت 3. اجيت هنا أنا قلت الاي يساوي اي ناقص 1، ايش قد هو؟ 3 ناقص 1، راح يرجع القيمة بالأي ايش قد؟ راح ترجع 2، وهكذا إلى البقية. هاي أمثلة إن شاء الله تكون واضحة. سأريدكم تتناقشون بمنتدى الكورس على الجوجل كلاس روم،
بهاي الاسئله اللي موجوده امامكم، اريد تقروها زين، تفهمون هاي الاسئله كل واحد من عندهن ايش يعني. انا خلي امر لكم على واحد من هاي الاسئله والبقيه عليكم. رايت ا بروجرام ان جافا، يعني اريدك تكتب لي برنامج، شو يسوي هذا البرنامج؟ تريد 3 degrees، اذا هذا الانبوت للبرنامج، شنو هو الانبوت؟ قراءة 3 درجات. of a student and calculate the average. الاوتبوت ايش اريده؟ الاوتبوت اريده يكون الافرج للدرجات الثلاثة للطالب. شلون احسب الافرج؟ مجموع الدرجات تقسيم 3 وبعدين اريدك تطبع لي شنو؟ تطبع لي هذا الافرج. هذا اريد تتناقشون به على منتدى الكورس وتبدون بالحل ولو مع بعضكم. هذا عندنا سؤال ثاني، اريد ترسم لي هذا الفيجر باستخدام لغه الجافا، وعندي هذا سؤال ثالث اريد تقروه زين، واذا عندكم اي استفسار حول المحاضره رجاء اكتبوا لي على جوجل كلاس روم او على قناه اليوتيوب، وان شاء الله نتواصل مع بعض للاجابه على اسئلتكم. كل التوفيق لكم جميعا ان شاء الله تعالى.